النص السماعي الرابع بعنوان قصور وقصبات. أخي سمير شغوف بالسفر وتعرف مناطق بلاده المغرب. في الأسبوع الماضي زار مدينة ورزازات ومناطقها كعادته. بعد عودته من كل جولة يوزع علينا ما اشتراه من هدايا ويطلعنا على الصور التي التقطها بمصورته. وأنا أشاهد الصور أثارتني البنايات المتنوعة. أردت أن يطلعني أخي على المعلومات التي عرفها عن هذه البنايات، فقلت له إني أرى بنايات متنوعة وتجمعات سكنية تحيط بها أسوار ممتدة تنتهي أركانها بما يشبه الصوامع. هذا أمر مثير يا أخي، حدثني عن سر ذلك. أجاب سمير قائلا سأصف لك ما رأيت وسأنقل لك ما عرفت. اعلم أن ورزازات تشتهر بالقصور والقصبات، والقصر فيها عبارة عن تجمع بنايات تقليدية شيدت من الطين محاطة بسور به بعض الأبراج، وهو تجمع سكاني مغلق أشبه ببلدة ويضم عددا من المرافق والبيوت والمخازن للحبوب. فيه ترى الزخارف والنقوش والرموز والرسوم بألوان طبيعية تستهوي السياح الشغوفين بزيارة القصور الأثرية القديمة في المغرب. أما القصبة فهي بناية كبيرة تتخذ شكل مربع تتشكل من عدة طوابق، غالبا ما يخصص الطابق الأرضي للدواب وبقية الطوابق للسكن والإقامة. وتتميز القصبات بارتفاع نسبي في أركانها الأربعة فيما يشبه غرفا مستقلة تستعمل لاستقبال الضيوف وكذا للمراقبة والحراسة.